جابت قبال، كتب المؤلف الجزائري جهاد التاباني، صاحب كتاب العظماء 100 من عظماء المسلمين. واني تقريبا اخذت اكثر من 15 كتاب متنوعه، منها الفلسفيه، منها السياسيه، منها الثقافيه الشعريه. شاركوا في هذا المعرض اكثر من 15 دار نشر من مختلف محافظات العراق، كما شارك بعض الدور العالميه ومنها دار الكا البلجيكيه. وان منظمه روافد الثقافيه تسعى لنشر الوعي والثقافه وثقافه القراءه لدى الشباب.